لا لا تعالي مع الست مديحة، هتتغدى مع الست نعمة الله. ودي فيها ايه؟ فيها البغل في اللبري وكلام ما يخش نافوق. جرى ايه يا ام ابراهيم؟ مش عايزاهم يتصالحوا ونخلص بقى؟ عايزاهم يتصالحوا بس على قفا مين؟ بمناسبة القفا، ممكن توريني عرض قفاكي؟ اها، مع السلامة. الله يسلمك. المهم دلوقتي مين اللي هيودي الحاجة دي للشيخة صباح؟ انت طبعا، مش انت اللي رحت لها واتفقتي معاها على كل حاجة؟ عايزين اخرج تاني من ورا الحج. وايه يعني ما فيهاش حاجه؟ لا فيها يا مديحه، المره دي لو عرف ممكن يطلقني. لا لا بعد الشر، خلونا بالراحه كده نفكر ونقول ان انت رايحه حته كده ولا كده. ما انت عارفه يا امينه، هو في حد فينا يا اختي بيعرف يكذب عليه؟ انت ما شفتهوش النهارده عمل ايه فيا لما فكر اني خرجت من وراه؟ احسن حاجه مديحه اللي توديها. لا اوعي تقولي كده. ايه اروح فين؟ اروح ازاي؟ ما اقدرش. اوعي تقولي روحي دي تاني. وايه يعني يا مديحه؟ ما انت يا اختي كل يوم بتروحي شغلك، قبل ما تروحي الشغل عدي على الشيخه صباح واديها الحاجه. لا طبعا ما ينفعش خالص، انا ما اقدرش اروح للست اللي بتتكلمي عنها دي، وبعدين انا ازاي انزل المستوى ده؟ تنزلي ايه يا اختي؟ خلاص اشمعنى انا نزلت؟ تكونيش فاكره على راسك ريشه ولا على راسك ريشه؟ سمع يا امينه؟ سمع يا اختي كلام درتك؟ ايه درتك دي؟ انت مش هتبطلي بقى الفاظك السخريه دي؟ امال عايزاني اقول ايه؟ خلاص علميني انت الكلام يا بتاعه المدارس. عن اذنكم تعالي يا بس انا طالعه وسايباكم تتحرقوا مع بعض. خلاص اقعدي، خليكي بقى العقله انت كمان يا امينه. خلينا نفكر هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي. هنفكر ازاي ما دام بنتقدم خطوه بنرجع 10؟ الله، طب وانا اعمل لكم ايه؟ كل ده عشان قلت لكم مش هقدر اروح؟ يفرض الحاج دلوقتي عارف يعمل فيا ايه؟ وبعدين اشمعنى انا اللي عايزين تضحوا بيا وتعملوني كبش فدا؟ الله يا توتر نعمه طالما ما غلطتش، انت الوحيده اللي بتدخلي وبتخرجي علشان شغلك. ايوه بس اللي ما تعرفهوش بقى ان الحاج بيكلمني كل 5 دقايق ويقعد يسالني انت فين يا روحي، تعملي ايه يا حبيبتي. يبقى اكيد يا اختي مش مالي ايده مني. ايه ده انت اتجننتي بان عليكي؟ يعني ايه مش مالي ايده مني؟ قصدك ايه ماشي على حد شعري؟ انا يا اختي ما قلتش كده. انت هتجيبيلي تهمه يا بنت انت ولا ايه؟ انا كل اللي قلته لما راجل يكلم مراته مرتين ثلاثه في اليوم يقول لها رايحه فين وجايه منين، معناته ايه الكلام ده يا امينه؟ معناته انه عاوز يتكلم معايا، وحشاه، عايز يفتح مواضيع للكلام. دي حاجات ما يفهمهاش غير العشاق اللي بيحبوا بعض وبيحشوا بعض موت. امال ايه يا اختي؟ عايز يتجوز عليك ويجيب لك دره تانية لما هو انت بتوحشيه ومش عارف يعيش من غير طلعتك البهيه. بقول ايه يا روميو وجولييت، انتوا الاثنين الحاج بيحبنا كلنا، بس هي ظروف، والله ظروف ومصالح. والست اللي عايز يتجوزها دي بقالها سنين بتطرده، وزي ما انت قلتي الزن على الودان امر من السحر. خلونا بقى نفكر مين اللي هيودي الحاجات دي للشيخه اسمها ايه. يعني ما قلتيش يا فوزيه، ايه بقى الموضوع اللي انت جايبانه فيه على ملا وشنا؟ بنت اخوكو جالها عريس. على خيرة الله. عريس كويس يعني؟ كويس قوي، احنا ما كناش نحلم بيه. الف مبروك يا ابو سميرة. استنى بس يا فهمي، مش قبل ما ندي كلمة نسأل عليه الاول؟ مش لما بسلامتها توافق الاول؟ الله، هي لسه ما عرفتش؟ عرفت ورفضت، قالت مش عايزة تتجوزه. انت مش بتقولي انه عريس كويس؟ امال مش عاجبها ليه؟ عقل عيال بعيد عنك. قال ايه؟ كبير عنها في السن. الله، طب وماله؟ ما هو لازم العريس يكون اكبر. استنى شويه، ما يمكن يكون راجل عجوز. عجوز ايه يا جماعه؟ ما انتوا عارفينه. مين يا مسامير؟